يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآيتين ديل من سورة الأحقاف بيقطعوا شجرة الشرك من أصولها وجذورها، لأنه أجل عبادة من العبادات هي عبادة الدعاء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فربنا في هذه الآية الثانية سمى الدعاء عبادة. وابن القيم رحمه الله قال: الدعاء أعظم عبادة. والآن أهل الشرك وأهل الضلال وعباد القبور وعباد القباب والأضرحة أكثر قضية بيركزوا عليها ويضللوا فيها أمة الإسلام هي قضية الدعاء، فأرادوا أن يصرفوا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. دارين يصرفوا الدعاء لمشايخهم ومشايخ الطرق الصوفية وعباد القبور. عشان كده البرعي كأكبر داعي الضلال وشرك عندنا في السودان ركز على القضية دي، إنه ينسف أول حاجة إنه الناس ما يرتبطوا بربنا في الدعاء، بل الناس يربطهم بشيوخ الصوفية بعد ما يصور للناس إنه شيوخ الصوفية ديل الأولياء والصالحين وإنه ديل أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وده كله كذب يا جماعة. فالبرعي قال: بناديهم يعني شيوخ الصوفية وأوليائهم ديل، بناديهم يعني بدعوهم من دون الله في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم، جملة وفرادي بنادي سيادي في الليلة الهادي. وبرضو البرعي تاني في ديوان رياض الجنة في صفحة 119 قال: إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. أول شيء تخم ليك إسماعيل، لا، قطب الوصال الكردفاني، ويقول لك إذا حصلت مصيبة أو أمر عظيم في البلد ما تنادي الله، ده البرعي، تنادي إسماعيل، قال لأنه ولي لله عند البرعي. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. دون الله يدخل فيه البرعي، ويدخل فيه إسماعيل الولي، ويدخل فيه الكباشي والصائم ديما، ويدخل فيه الصالحين بجد، كلهم يدخلوا دون الله، ويدخل فيه الأنبياء والرسل والملائكة، ديل كلهم دون الله سبحانه وتعالى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هل في شخص أو بشر أفضل أو أتقى لله أو أصلح لله عز أصلح عند الله عز وجل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. رغم ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، مع أنه أصلح الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام. وده في ورد على الصوفية المجرمين اللي بيقولوا للناس: أدعو شيوخنا ديل لأنه ديل صالحين،
ونحن لما نقول لهم ما يستدعوا غير الله يقول لك الوهابية بينكروا الصالحين. أول حاجة نحن ما بننكر إنه ربنا عنده ناس صالحين وأولياء، لكن بالطبع وبالتأكيد دي الموصوفية. صوفي واحد صالح ما في، دي معلومة أي زول يتأكد منها، لأنه أول حاجة التصوف مبتدع، دي أول مسألة، لأنه ربنا ما قال ابقوا صوفية، بل ربنا عز وجل نهى عن أي طريقة وعن أي حزب وجماعة خالفت الكتاب والسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. فرقوا دينهم ديل منو؟ الأخوان المسلمين. فرقوا دينهم ديل منو؟ الصوفية والتجانية والسمانية والقادرية والختمية والركينية وانت ماشي. فرقوا دينهم ديل منو؟ أنصار السنة. فرقوا دينهم ديل منو؟ كل الأحزاب اللافة الليلة دي كان يمين ولا بسموها يسار، كلها باطلة. ربنا قال من الذين فرقوا دينهم، ولا تعال قول لي تفرقة الدين كيف؟ تفرقة الدين كيف؟ دير صوفية، والصوفية ذاتهم قريب 800 طريقة، والطريقة الواحدة ذاتها انشقت لأكثر من 8 طرق. القادرية كم؟ أبناء الجعل، أبناء كدباس، أبناء سجم رماد مكاشفية، قريب 8 ولا 12 دستة، دير كلهم قادرية بس. ياتو حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ياتو. ربنا قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاختلاف الكثير ده أقوى دليل من الواقع على إن الطرق دي والأحزاب والجماعات من عندي غير الله، لأن ربنا قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا في الآية ربنا قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. آية واضحة. الآية الثانية ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا يعني أحزاب وطرق وجماعات، ربنا قال لست منهم في شيء، يعني ما تبقى معهم، عديل كده ما تبقى معهم، وده الحاصل الليلة. فالصوفية نمرة واحد أمر مبتدع، أهم من ده الصوفية الليلة هم دعاة الشرك والكفر والضلال. وكلامنا ده ما معناته قلنا الصوفية كفار كلهم، عشان ما يمشوا الأيام دي في ناس مجارمة، ناس الخنجر وود البرعي داك اسمه مين ما بعرفه، ناشر في الفيسبوك، والإيزارك الرب نطفشه من البلد دي بفضل الله عز وجل. كل الطواغيت بقى يطفشوا يخلوا لنا البلد، نحن قاعدين بفضل الله سبحانه وتعالى. تلقانا في سوق ستة الحاجوسي فينا ده جنب البصل شغالين جغم ثقيل، وتلقانا هناك في ام درمان، وتلقى اخواننا ديل في السوق بتاع الطماطم بتاع المركز الخرطوم شغالين طوالي، وتلقاهم في المساجد. اي مسجد انا بلقى فيه ورقه ممنوع التحدث في هذا المسجد بعرف انه في واحد من اخواننا دخل المسجد ده وصغيره حام زي ما قالوا. مما القى ورقه بعرف انه انا في شمطه في شغل نظيف شغال، لانه الورقه دي الاخوان المسلمين والصوفيه ده يعملوها درجه ضد دعوه التوحيد. ودعوه التوحيد دي شوف الاخ المسلم يعمل رئيس اللجنه بتاع الجامع، همه كله يطفش السلفيين من الجامع. ربنا سبحانه وتعالى يبقي لك ولد ذاته معانا في جاي، ولد ذاته من صلبه تلقى في جاي، ومرات مرته ذاته تلقاها جيبوا لي نغاب وقطعت التميمه والحجاب جدعتهم ولبسة النغاب شغلة ماشية فل بإذن الله عز وجل. انت قال النازل بكركو ليه؟ ودى البرعي والخنجر وفي الفيسبوك وهؤلاء تكفيريين وهؤلاء يا حكومة الحقينا وكده ليه؟ لأنه الشغلة دي مشت تمام، ودي أقوى دعوة، لأنه دي دعوة الله مش نحن، نحن ضعاف عرفته وفقراء. ربنا قال أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، دي لأنها دعوة الله عشان كده ما بتتحارب. شيخ اللمين الصعلوق ذاك مش قال داري حرب الدعوة دي؟ وينه هسا؟ وين محله؟ تعرفوا؟ كسروا الزاوية بتاعته بالبوكلين كوف كسروا عليه، وصادروا أمواله مليارات في الإمارات، وطردوه من السودان طبش مشى قاعد مع الكفار، بنات لابسات أرضية
قال بيذكروا الله معاه دي علينا نحن. طفش مشى الإزارك حسين خوجة لذاك زول العجيب ذاك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. جابوا في غناته غناة أم درمان قال لي ضيع عليه بس الدين ده وذاك شغال. قال لهم يا أخي الله ما في السماء. قال لهم الله لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا جوا العالم لا برا العالم معناته ما في. أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. وقال لو قلت لي الله في السماء قال الله قال إذا السماء انشقت لما تنشق الله بيتلب. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى انتغم منه وطفش خلى البلد نهائي بفضل الله سبحانه وتعالى. خروج بدون عودة. وإن جيت بتلقانا إن شاء الله قاعدين لك هنا ده نردمك تاني تمشي بلد تانية. فدي أقوى دعوة الليلة. كل الناس بيصرخ كلهم بيصرخوا حتى الخنجر. ودي القصة اللي ما دي حايمة. الخنجر طلب مني مناظرة قال دار مزمل وأن يحشر الناس ضحى. دورنا طوال العربية بتاعت أخواننا دي ورر كبينا جاز ب200 جنيه مشينا خشينا القطينة لقينا طفش. قالوا طفش بالليل ما أعرف الساعة 2 صباحا 12 بالليل طفش بالليل. حتى ناس الحلة قال إنه قاعد ما قال إنه طفش. دي دعوة قوية جدا. نحن ذاتنا لو تلكلكنا بنطفش. دي دعوة قوية بفضل الله. ومن المنبر ده بنتحداهم شتى الناس الزعلانين والجرائد اللي بتكتب وقاعد تقول نحن تكفيرين وده الناس منافقين وكذابين ومجرمين ودجالين. عارفين انه نحن اللي قاعدين نحارب لهم التكفيرين دي معلومه عارفينها كويس. وعارفين لما داعش كانت منتشره ومشهوره والشباب بيمشوا من وين ومن جامعه وين يسافروا من هنا ده يمشوا لداعش في ليبيا وسوريا وين وين. كل الاحزاب خايفه تتكلم عن داعش. حتى واحد من دكاتره انصار السنه الكبار سالوه عن داعش في كسله قالوا له السؤال في المحاضرة. قال الموضوع ده خلوه يا جماعة عليكم الله. كرفس الورقة وقعد. فعرفوا انه لما الجماعات دي كلها خافت من الكلام في داعش وضلالة وبدعته وانحرافة عن الإسلام الصحيح ما في ناس يصدوا لهذا المنهج الخارجي الباطل إلا هؤلاء الإخوان السلفيين في قاعة الصداقة في القاعة الرئاسية. درشوا ناس داعش وجغموا بفضل الله عز وجل. الليلة بعض الجرائد في محاولة تافهة داري يطلعون تكفيريين. عرفتوا كلامي؟ في فرق بين انه نقول الكلام بتاع الصوفية ده كفر وانه الدعاة الفلانيين من الصوفية يدعو الناس الى الشرك. وفي فرق بين انه نقول فلان ابن فلان ابن فلان كافر ولا مشرك. في فرق بين الموضوع ده والموضوع ده. لكن ده الناس ما بيفهموا وما دارين يفهموا. ما بيفهموا وما دارين يفهموا. لما نقول دعاء غير الله شرك والبدعو غير الله كافر من الكافرين ده كلام عام. ما معناته محمد ود احمد كافر. في فرق بين تكفير المعين والمعين ده معناته الشخص ده فلان ده. وفي فرق بين التكفير باطلاق الحكم على العمل والحكم على العامل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال اللي بيدعو غير الله كافر في ايات كثيره. الآية ذكرناها ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الآية دي معناته اللي بيدعو غير الله مش كافر أكعب من باقي الكفار ذاته. وين؟ الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ومن أضل ده استفهام إنكاري. العلامة العثيمين رحمه الله قال الاستفهام الإنكاري يفيد الإثبات أقوى من مجرد النفي المحض. يعني لو ربنا قال لا أضل ممن يدعو من دون الله قوية لكن أقوى منها ربنا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله. يعني ما حتجد ولن تلقى أحد أضل من الزول البدعو دون الله. الزول البدعو غير الله وبدعو الأولياء وبدعو الصالحين وبدعو الموتى. الله قال ما حتجد أحد أضل من ده. ده معنى الآية كده. طيب الزول اللي بيسجد للصنم لكن ما دعا غير الله كافر ولا ما كافر؟ كافر. الله قال لك اللي بيدعو غير الله اكفر من ذاك ذاته. لانه قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله لن تجد احدا. ده معنى الايه كده. احدا اضل من الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. ده دليل رقم واحد. دليل رقم اثنين ربنا قال ومن يدعو مع الله إلهًا آخر.
الله قال اللي بيدعو غير الله اتخذ إله آخر مع الله، واللي بيتخذ إله آخر مع الله ده مشرك ولا ما مشرك؟ مشرك. ربنا ختم لك الآية يوريك إنه كافر بجد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح منو ذيل الكافرون. الله قال اللي بيدعو غير الله كافر من الكافرين. الموضوع كده انتهى، لا محتاج لا لجوطة بتاع الصوفية ولا سيمانارات ولا مؤتمرات بتاعت اخوان مسلمين بتاعت لملمو الشغلة، ما في كلام زي ده. اللي بيدعو غير الله كافر، ده حكم عام ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. في موضوع اخير ده اعلق عليه قبل ما نقدم اخونا شيخ ابو بكر، وده مهم نعلق عليه. منظمة نداء الإحسان الخيرية بالسودان دي بتاعت خليل حميد خليل، أخو مسلم منهجه منهج الإخوان المسلمين، مبتدع ضال، شغال مع جمعية إحياء التراث الكويتية الإخوانية السرورية البدعية. خليل حميد خليل السوداني ده شغال معاهم، قال إدارة التعليم والدعوة. أها عندكم شنو؟ طيب قال دورة الخلفاء الراشدين العلمية التأصيلية الأولى كده كده تم فترة كده. أستاذ دكتور إبراهيم بن عامر الروحيلي مبتدع، مبتدع ده بدعوا العلماء ما نحن، ده زول ضال منحرف، وجابوه هنا ناس الصافي يا جماعة الحلبي قبل فترة، عمل لهم محاضرة في مسجد البخاري بتاع اللاماب بتاع صفوجية، وقال بالحرف الكلام مسجل الآن عندي موجود بصوته، قال بجوز التعاون أهل البدع إلا إذا المبتدع دعاك لشيء حرام زي زنا ولا شرب خمر، لكن غير كده بجوز التعاون معه. وربنا سبحانه وتعالى حرم التعاون مع اهل البدع. روح ابراهيم روحيلي ولا ما ابراهيم روحيلي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. السلف الصالح فسروا الايه دي بعدم الجلوس مع اهل البدع. في صحيح البخاري من روايه عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى أن وصل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية. قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. النبي عليه الصلاة والسلام حذرك من التعاون أو الجلوس أو الكلام مع أهل البدع. يجي إبراهيم ابن عامر الروحيلي يجي يجوز ما حرمه الله في كتابه وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ده كلام باطل. والعلماء بدعوا له أسباب كثيرة زي ما قال العلامة الإمام عبيد الجابري حفظه الله، قال إبراهيم الروحيلي ده قال ده بزكي سيد قطب ذاته وبيثني على سيد قطب. وشيخ محمد بن هادي المدخلي برضه بدع وجرحه، قال الرجل ده بيقول يجوز تاخذ العلم ممن يثني على الجهم ابن صفوان. فالرجل ده رجل مبتدع ضال، فليبلغ الشاهد الغايب. انا اقعد اقول لك استاذ دكتور والبروفيسور ومدرس شنو بالحرم المدني الى اخره، مبتدع. رضيت ولا نططها؟ مبتدع. واحد. اثنين، دكتور فيصل قال بن حمود الحيدري المدرس بجامعة تبوك شرح نخبة الفكر في المصطلح، مبتدع رقم اثنين. ده منو ده؟ فيصل بن حمود الحيدري ده ناس خليل ديل ذاتهم جابوه قبل كم سنة؟ تقريبا ثلاثة سنة هنا ذاته في الخرطوم، ودوه مسجد محمد الأمين إسماعيل أكثر من ثلاثة سنة. والوقت داك نحن مع انصار السنه كنا حزبيين، الله يتوب علينا. فمشينا وكنا كتبنا الكتاب بتاعنا في الرد على عبد الحي يوسف، قلنا نمشي نوزعه هناك. عبد الرحمن حامد قاعد وخليل ده وفيصل بن حمود الحيدري كانوا كاتبين في الاعلان من كبار تلاميذ العلامه الشنقيطي، مفهميننا انه ده تلميذ الشنقيطي بتاع اضواء البيان العالم العلامه رحمه الله. طلع الشنقيطي ماذا؟
طلع شنقيطي واحد صوفي ده من تلاميذه. وشوفنا هذا المجرمين كيف مشينا وقايلينه من تلاميذ الشنقيطي العالم الكبير صاحب كتاب أضواء البيان. مشينا وبدأنا نوزع في كتاب عبد الحي. أول نسخة استلم فيصل بن حمود الحيدر ذاته جايبينه عشان ما تنسى التاريخ ده ما لابد يتجدد كل مرة. فسلم كتاب هو قال وألفه عبد الحي. مسك الكتاب قال ما شاء الله دكتور عبد الحي يوسف. قلنا ليه لا درد عليه وطبعا الرجل مبتدع ضال. جاك والله صرخ صرخة الجامع كله تلمى صوته تقول عنده زنبارة صرخ. مسجد الفتح ده كله تجمع والباب الجنوبي في شنو زول ضربه طلقة في شنو الحاصل شنو التفوا حول عمك ده ذاته. قال تكفرونه اخواننا. قال لي ما كفرناه وكده افتح الكتاب. طبعا زول دكتور كذاب فتح الكتاب لقى ما كفرناه. تاني كورك جاك. انا استغربت زول ده زي زول برغوليو شفته زي زول ممسوس. كورك تاني عبد الحي وانا اعرفه. عرفنا الرجل شنو يا جماعه ضال. ضربت لي خليل الوقت ده نحن ما معاهم. ضربت لي خليل ده ذاته صاحب البدع دي كلها والضلالات دي كلها مندوب جمعية إحياء التراث البدعية. ضربت له تلفون الساعة 1 صباحا يا أبو الخل اديني زولك ده. قال لي دقيقة ده إجراءات وطالع على الطيارة سمنا دي قداني له ده ذاته حمود الحيدري ده ذاته فيصل له. قلت له يا شيخ الرجل ده مبتدع والكتاب ده بالأدلة أنا بجمع فيه أكثر من سنة وريني الغلط وين. قال لي شوف أنا دارك اسمع الكلام ده كويس عشان ما يغش الدكتور فلان والمدرس بجامعة فلان والله ده الأجهل من الموتر ده. اسمع كلامي ده كويس اسمع الكلام الجاي ده. قلت له يا دكتور أزول مبتدع ورد على المبتدع وقال الإمام مالك وقال الإمام فلان أتعرف الرجل ده دلوك ساكت. قال لي أنا دارك تديني دليل واحد والله ربنا يسألني من الكلام ده دليل واحد من السيرة النبوية إنه الرسول صلى الله عليه وسلم رد له على زول ولو كان الزول ده من المنافقين ذاته. يعني الرسول ما له يا جماعة ما رد على أي مخلوق ضال ده كلامه كده. طوالي قفلت الخط عرفت إنه أنا بنفخ في قربة ما فيش مرة واحدة. زول مرضان زول مجرم ده جايبينه هسه بعد أيام ده. ده اثنين ثلاثة. قال دكتور عبد الرحمن حامد آل نابت المدرس بكلية الجبر العلمية مبتدع هذيل ناس كلية جبرة ومن ضمنهم عبد الرحمن حامد تكلمنا عنه كثير. زول بيسنى على حسن البنا زول شغال مع حياة تراث زول شغال مع حزب النور السلفي الإخوان اللي بيقولوا سلفي بالكذب بتاع مصر بتاع غيره بتاع غيره. ده موضوع منتهي انتهى بدري. شرحي قال كتاب الصلاة ابن عاشر وصل الكتاب ده المتخصصين فيه والجماعة ديل. خليل ده له 12 سنة كل ما يجي شرح كتاب الصيام من ابن عاشر والجماعة اللي ما قال شيخ أبو بكر وزعوا لنا كتب بتاعت فقه بتاع صوفية زي الكتاب ده وغيره. في النهاية طلعت وثائق خدتناها بقت وثائق ضد الصوفية. دي الناس مجرمين وناس جهلة وناس مبتدعة. نمرة أربعة قال دكتور حامد خليل خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. يعني شنو يعني؟ دارتك شربة يعني؟ يعني أي زول قاعد في المدينة كويس ده مبتدع برضه وده اللي قاعد يجيب المجرمين ده كلهم هنا خلاص. قال الطهارة وشرح كتاب الصيام والزكاة والحج من متن ابن عاشر برضه. فأن الدورة دي أوعى تحضرها إطلاقا والإعلانات بتاعتها انتشرت ما تحضرها لأنه نازل والذي خلق السماء والأرض والله وبالله وطلاه. جماعة دي المبتدعة وضلال ودارين يضيعوا المنهج السلفي ده ويبيعوا لإحياء التراث ولغيره. اوعك وحذر اي زول شاب اتخدع في دين لانه في ناس مما يقروا ابراهيم الروحيلي يقوم جاري ده ما الروحيلي الاصلي ذاك اسمه سليمان الروحيلي ذاك السلفي. اما ابراهيم ابن عامر الروحيلي المبتدع ضال. ونحن ما عندنا مشكله مع قبيله الروحيليه ولا غيرها كقبيله نحن مشكلتنا مع المبتدع ده ابراهيم ابن عامر شنو يا جماعه الروحيلي. جزاكم الله خير بارك الله فيكم.